على التليفون من المغرب كابتن حماده انور، عضو مجلس اداره نادي الزمالك. يا كابتن حماده مساء الفل والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا هيما، ببارك طبعا لمجلس اداره برئاسه المستشار مرتضى وجماهير نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك والجماهير المصريه عامه، لان المكسب النادي الاهلي امبارح مكسب لمصر، وبرضه في نفس القصه مكسب الزمالك لمصر كلها مش لنادي محدد. صحيح، خليني بقى اعرف منك وانت كنت موجود في اللقاء، استقبالك ازاي لتعامل نادي الزمالك مع اللقاء والهدف الحلو اللي اتعمل حلو قوي من زيزو لبن شرقي؟ مباراه صعبه، مباراه صعبه يا ابراهيم، وفرقه الرجاء فرقه تقيله جدا في الملعب وفرقه معنوياتها عاليه ولسه واخدين الدوري، عندهم جماهيريه كبيره جدا هنا في المغرب. المباراة في الملعب صعبة جدا تكتيكيا وبدنيا، فرقة كويسة جدا ما همدوش خالص، لا خالص يعني خالص، يعني احنا كنا متوقعين ان ممكن بدنيا زي ما اتفرجنا امبارح مثلا ممكن الشوط الثاني ان تلاقي مثلا الفيتنس بتاعهم قل، لا بالعكس فرقة محترمة جدا، وده شوط احنا اللعيبة واللي عندك لعيبة عندها شخصية ولاعيبة محترمة ولاعيبة دولية، ده شوط انتهى. الشوط الثاني في مصر النهارده اللعيبه تفرح باذن الله، لكن اول ما هنرجع مصر باذن الله خلاص قافلين على نفسنا مركزين، احنا لسه ما صعدناش، ان شاء الله باذن الله يبقى الصعود من مصر باذن الله. حاسك حذر حتى كمان في تصريحاتك وحذر حتى في فرحتك، انا عارف صوت فرحتك بيبقى عامل ازاي. لا لان احنا لسه ما صعدناش يا ابراهيم، احنا لسه ما صعدناش، احنا عملنا نتيجه ايجابيه الحمد لله ربنا كرمنا فيها بشكل كويس، لكن في نفس الوقت لازم ما تنوقش ما تفرطش في الفرحه زي ما بنقول. دي بتديك ثقه للمباراه اللي في مصر، ان شاء الله يبقى متواجد معاك كمان بعض اللعيبه اللي غايبه النهارده باذن الله، يبقى موجود فرجاني، يبقى موجود محمود علاء، يبقى موجود حازم ان شاء الله، يبقى موجود شيكابالا. انت تخيل تخيل ان كل الاسماء دي مش موجوده والنهارده الزمالك بيكسب يعني. بس ما انا لسه يا ابراهيم انت عندك اللعيبه الحمد لله، لعيبه عندها شخصيه رجاله، لعيبه النهارده احمد عيد ولد صغير الراجل بيديله الثقه، اسلام جابر بيلعب في مركز مش مركزه النهارده بيأدي بشكل كويس جدا، فدي من الحاجات الايجابيه اللي بتحصل في الازمات زي ما بنقول، ان انت بتلاقي اللعيبه بتاعتك وبتلاقي شخصيه اللعيبه بتاعتك في المباريات اللي صعبه اللي زي. صحيح، دايما بيتقال انه حارس المرمى نص الفرقه، النهارده ابو جبل تالق بشكل كبير جدا، تقييمك ليه ايه وايه اللي انت عايز تقوله لابو جبل تحديدا يا كابتن حماده؟ اللعيبه كلها رجاله، اللعيبه كلها رجاله، الروح اللي موجوده يا ابراهيم سواء اللي قاعدين بره اللي بره الكور خالص، الولاد، الجهاز الطبي اللي عمل مجهود كبير، الجهاز الاداري بصراحه ببارك لهم كلهم، كل البعثه برئاسه الكابتن اسماعيل والاستاذ اللي هو علاء مالد وامير مرتضى طبعا المشرف العام على الكوره، كل الناس من اولهم لاخرهم، ده النتيجه اللي في الملعب دي. ده احنا انت عندك ضغوط، انت عارف يا ابراهيم نادي الزمالك بيتعرض لضغوط قويه جدا الفتره دي، لكن برغم كده انت فرقه الكوره رجاله قافله على نفسها. صحيح، دي النتيجه اللي احنا ان شاء الله اللي بنشوفها بناء على شخصيه اللعيبه واللي موجوده دلوقتي في نادي الزمالك، ويمكن انا قلت لك الكلام ده كتير يا ابراهيم. أيوه، ان نوعيه اللعيبه الموجوده حاليا مختلفه كتير عن اللي كانت موجوده قبل كده. صحيح، طيب الحرص ده والواجبات اللي اللعيبه كانت محافظه عليها في ارض الملعب، هخليني اسالك على جزئيه ماتش العوده نفسها، شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ مباراه صعبه، مباراه صعبه جدا طبعا، بمجرد المباراة انتهت من أهمية المباراة المستشار مرتضى بارك للعيبة كلها إن خلاص، وفي نفس الوقت قال لهم خلاص المباراة خلصت، مباراة في مصر، مباراة اللي في مصر صعبة يا إبراهيم، أصعب من المباراة دي. صحيح، خلي بالك هو كمان جاي عايز يكسبك، هو كمان عايز يكسبك، ما هو مفيش طبعاً جمهور. أيوة، 1-0 1-0 يعني أنت فاهم إزاي، مش نتيجة مطمئنة، فأنت النهاردة لازم إن أنت في مصر تبقى المباراة مختلفة، أكن إنك المباراة دي خلصت خلاص، انت بتركز بتلعب في مباراه مصر لكنها 0-0. صحيح، فده ده الطبيعي، الفرق الكبيره بتلعب على كده، يعني انت امبارح النادي الاهلي كسبان 2-0 وقال لك المباراه ما خلصتش، ده الصح. النهارده احنا الحمد لله كسبانين 1-0، فريق تقيل، فريق قوي، عنده جماهيريه كبيره جدا، برضه في نفس الوقت لاعبتنا عارفه ان الماتش ما خلصش، اللعيبه طالعه اكنه خلاص اكن عادي، ما فيش فرحه هستيريه، ما فيش، احنا لسه ما صعدناش، الصعود باذن الله هيبقى من مصر، وهيبقى ان شاء الله باذن الله هيبقى نهائي مصر باذن الله. النهائي مصري توقعاتك كده؟ الو، بقول لك توقعاتك ان النهائي ان شاء الله باذن الله مصري، الطرفين بتوعه ان شاء الله باذن الله زمالك واهلي؟ ان شاء الله، ويمكن انا قلتها انا وانت قبل كده في مداخله، يعني قلت لي تتمنى النهائي، قلت لك النهائي يبقى مصري ان شاء الله. صحيح، اخر حاجه ان شاء الله النهائي يبقى مصري. اخر حاجه طمنا على فرجاني ساسي، انا سمعت انه هيعمل مسحه بكره، هيرجع امتى وانتوا راجعين امتى ان شاء الله باذن الله؟ التفاصيل دي برضو مهمه بالنسبه لجماهير نادي الزمالك.
هيعمل مسحه طبعا ان شاء الله، لو طلعت سلبيه يا ابراهيم ان شاء الله يرجع معانا. انت عارف ده البروتوكول الطبي، لو هو المسحه مش سلبيه ما يقدرش يركب الطياره، ممنوع. طيب طبعا هو هيعمل مسحه بكره، بكره هيعملها بكره ان شاء الله قبل ما نسافر. ان شاء الله قبل ما تسافروا، طب هنقدر نطلع على النتيجه وقتها وبعدين يطلع على الطياره لو طلعت ايجابيه؟ النتيجه هنا النتيجه بتطلع بسرعه يعني. هتطلع بسرعه ان شاء الله باذن الله. فلو طلعت ايجابيه يتوكل على اسف لو طلعت سلبيه يتوكل على الله ويرجع مع مع نادي الزمالك. ان شاء الله هتطلع سلبيه باذن الله. انا في الاخر يعني حتى اخر مسحه عملها دي كان الدكاتره بيقولوا خلاص هي نسبه بسيطه جدا. فان شاء الله باذن الله تطلع سلبيه ويبقى متواجد معانا باذن الله. هترجعوا امتى ان شاء الله باذن الله؟ ده اخر سؤال. ان شاء الله بكره الطياره الساعه 2 باذن الله بتوقيت المغرب، 3 بتوقيت مصر. ان شاء الله باذن الله توصلوا بالف سلامه والف مبروك يا كابتن حماده. الف الف مبروك. بشكرك شكرا جزيلا كابتن حماده انور عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وطلعنا منه على تفاصيل مهمه جدا تخص حتى كمان لعيبه نادي الزمالك اللي كانت مصابه سواء حازم امام او محمود علاء. ان شاء الله باذن الله ترجع.